مما لا شك فيه أن سماحة السيد مقتدى الصدر زعامة وطنية له رؤية في تشخيص الواقع العراقي وكيف التعامل مع التحديات العراقية، خصوصا في مسألة مواجهة المحتل الأمريكي. ويشهد جميع العالم والعراقيين خصوصا أن سماحة السيد وجيش الإمام المهدي هم أول من واجهوا الاحتلال في العراق وبصورة مباشرة بعد عام 2003، وبالتالي التغيرات والتطورات الكبيرة التي مرت في العراق وأيضا ما حصل خلال هذه الفترة من متغيرات على طبيعة وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية، ومن ثم زيادة جنسيات هذه القوات المحتلة، دفع البعض ممن يعني يحاول أن يستفيد من وجود هذه القوات بشكل أو بآخر أن يذهب باتجاه استثمار شعار المقاومة، وبالتالي استغلاله بالشكل السلبي محاولة لتحقيق عدة يعني أهداف. أولا استثمار شخصي، وهذا رأيناه، وهناك يعني تشخيصات واضحة وصريحة من قبل جميع فصائل المقاومة الإسلامية، وأيضا محاولة أيضا لتشويه سمعة المقاومة. والأمر الثالث هو ربما يكون بنسبة أو بأخرى اتفاق مع الطرف الآخر المحتل. لذلك تشخيص سماحة السيد في أن البعض ممن الآن يستثمر أو يستغل بمعنى أدق شعار المقاومة أمر واقعي ومررنا به بالعراق، ونتفق يعني بصورة كاملة كعراقيين مع سماحة السيد في هذا الوصف للبعض ممن يستغلون ويستثمرون المقاومة لتحقيق مصالح خاصة أو طيب مصالح لدول. جميل جدا هذه الإجابة أستاذ كاظم، إجابة مباشرة. من هم هؤلاء الذين يستثمرون لمصالح شخصية باسم المقاومة، ومن هم الذين يتعاملون مع المحتل ولديهم ارتباطات مع المقاومة، ومن هم الذين يحاولون أن يشوهون المقاومة؟ هذه تعابير فضفاضة عائمة، أنا أريد أن أركزها بأسمائها في مكانها. أستاذ كاظم، أنا شخصيا أستاذ نجم أنا لا أمتلك أسماء هذه يعني الفصائل بصورة شخصية طبعا، لكن هناك يعني كثير من المسميات والتي أعتقد أنه لا يسمح الوضع القانوني لنا في العراق بذكر مسميات محددة باعتبار ربما نحاسب بهذا الاتجاه، ولكن هذا الأمر مشخص من قبل جميع فصائل المقاومة العراقية.